عندنا أيها الشعب الجزائري، عندنا مسيرين غير شرعيين، الشعب يتظاهر في الشارع. من الناحية الاقتصادية الجزائر في إلهاك والتكاثر كما يقولوا عندنا احنا بالمثل العامي. كل سنة عندنا آلاف الجزائريين طاقات الفكرية تهرب من البلاد، كسروا يعني النظام البوتفليقي، كسر سكون أبل كل أمل في حياة أفضل في الجزائر. ألور كل الجزائر فيها كل الشروط للحياة الحقيقية، عندها كل الشروط باش تكون بلد متطور، لكن هاد البندية الحمير هادو اللي بيان سور يخدموا في سيادهم اللي هما الاستعمار محافظين على الجزائر في ظل التخلف. D'ailleurs, Monsieur Rahmani, à ce sujet, Boone a parlé sur une radio hier, je ne sais plus quelle radio. Il a failli pleurer et il a demandé au Wali d'aider les villageois parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz. C'est nouveau. Ça va être mort depuis des années de froid parce qu'ils n'ont pas de quoi se réchauffer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, Nad, il s'est réveillé d'un sommeil profond, je pense. Et Premier ministre, il a pleuré en direct de la mal-vie des Algériens. Bon, awalan, vous faites bien d'évoquer le sujet. Madame bien qu'on le peuple algérien. Généralet, راهم يحضروا في جراد الوزير الاول باش هو تكون عنده كل الصلاحيات وتبون يكون رئيس سوري. هذه رقم واحد. هذه ماشي تحليلات، هذه معلومات مؤكدة درجة 5/5. ثانيا، تبون هذا اللي يهضر، روح شوف السكنات اللي بنيتها وحاسب القطاع نتاعك كي كنت حاسب حاكم انت لابيطا، 300,000 مسكن اللي في البيدجي خرجت ومن ناحية المادية ما تكزيستيش على الميدان، فهمنا وين هي، شكون قسم معاك دراهمها ليكيفالون دو 3.5 مليار دو دولار، قداه ديت انت وقداه دات الشركات التركيه والشركات المصريه والشركات الصينيه. قبل ما تبكي، كاين اشكال من وقتاه الشعب الجزائري يحب البكاي، الشعب الجزائري يحب الشجعان، يحب لي براف، يحب الرجاله اللي يدابزو ما يبكوش. من وقتها نحبوا حنا الطحانين اللي يبكيو كي له تجل. هذه سياسة وعقلية واحدة أخرى. اللي يبكي في الجزائر ما يلزمناش، مسحقين واحد يضارب على الجزائر ماشي يبكي. مسيو رحماني إذا كان فيش يبكي على الشعب الجزائري اللي مسكين ما عندوش، مي كيس كي لا دوني 150 مليون لا تونيزي اي Qu'est-ce qu'il veut ? Apparemment, il est prêt à injecter 700 millions au Sahel. Au Sahel. Alors, il faut que je comprenne parce que où il doit être bipolaire. À ce moment-là, il va consulter un psychiatre et il devrait arrêter de travailler complètement. Ou un problème avec le halal. Ou un problème avec le riz. Ou un problème avec la patate. Ou la subvention, ayo chab jazairi. La subvention li meddou fiha le halal. Ou la subvention li meddou fiha le mawad al awaliya. Ay mach li khidmet chab jazairi. هم كذابين يمدوا فيها باه يقدروا هما بعد لي ريزو تاعهم يهربوا هاد المواد على الحدود ويريكوبيريو دراهم لا سوبونسيون فيا طرابندو. هاي الحقيقه. الجزائر تمبورتي القمح اكثر من احتياجاتها، كل المواد الاوليه الضروريه الاساسيه اللي تستوردها الجزائر فايقه للاستهلاك الجزائري. دونك هذه نوع من انواع السرقه للبيدجي د ليطا، باسكو هما اللي حاكمين لي ريزو تاع لو طرابندو. هاو درك لازم الشعب يلم بما هي الجزائر. هاد المافيا، هاد لي بوندي ما يفهموش لغه الحوار ولغه السلميه، يفهموا لغه القوه، يفهموا لغة الأقطاب السياسية اللي تجابهم ولا تواجههم، ما يفهموش لغة العفوية الشعبية.
كيما في المجتمع رباو المجتمع الانسان اللي ما يسرقش واللي خاطئ واللي يخدم غير خدمته وش يقولوا عليه في الجزائر دركا حاليا جايح ما يعرف لهاش ما يعرفش يطير خبزته والسراق ليسكرو البوندي يقول والله يا اخو هذاك والله غير يجيبها من شلاغم السبع والله وين طار طار معه ميسيان بوندي يا دين ربي تبدلت الموازين شكون بدلها هذا الطحانين علاش باش يشيعوا في المجتمع بلي الرديلة تصلح والفاضلة تقبح إن لو في صافي دير لي جون اونيت اون الجيري ما عادش عندهم اسبوار نو بلو ديسبوار دو فيفر لي زوم دافير اونيت ن بوف با فيفر لي كوميرسون اونيت ن بوف با فيفر لي جون اونيت ناريف بلو ا فيفر سول لي بوندي فيف سي بور كريي ان سيستيم دو بوندي سيستيم تاع الرديلة نظام الرديلة في السؤدد والفضيلة في الدرك الأسفل في المجتمع قلب الموازين هاي الحرب الحقيقية تاعنا احنا علاش نقولوا الشعب لازم يتهيكل لأنه الشعب اللي قاعد يخرج كل يوم هم مشاو البارح من الريبوبليك حتى الباستي مسيرة ما شاء الله رغم أنه فيها تيارات تستغل هذه الظروف وتنافيقي نافيقي ونافيقي ونافيقي ناريجي الصح نعروكم نبينوا للناس واش راكم انتوما والراجل فيكم هذاك الوقت يهضر لكن هاد لا مارش ما كانش ارتيكل قد هك يحكي عليها ما كانش اعلام واحد يهضر عليها ميم لا فرانس جو لو جو دو ميتيزم سيو لو موند اونتي باسكو يا با بول بوليتيك يا با بول بوليتيك ولازم الناس تفهم كي تروح انت تشوف ماتش في التيران كاين دو زيكيب يلعبوا 24 جوار مي والله 22 جوار بصح في الستاد 200,000 سوبورتور واللي تبعوا في التلفزيون دي مليون مي لا باتاي ريال راهي في 90 par 45 11 contre 11 Je sais plus, c'est 11. Je ne suis pas très football, donc c'est 11 contre 11. Monsieur Ahmed, ils vont nous répondre, ils vont vous dire exactement combien se joue un match de football. Enfin, ce n'est qu'un simple détail. En fait, c'est ça. Lazem Chabifem. Machi, j'ai le temps. On est en retard. Merci, ils vous ont répondu. Merci. Merci Ahmed Derwish, merci. Merci 11, Pérez. Voilà. Bah écoutez, Rahmani n'est pas très football. Mis à part l'équipe nationale, le reste, Khatani ou Khatéa, Allah Ghalib.